عسلامة. سلامة. سافا؟ والله الحمد لله، انت لاباس؟ اش تعمل في حياتك؟ شيء بطل. ما عادش تقرا؟ لا بطل. علاش؟ ما توصلش للقرايه، صرني انا مانيش قراي. وما قلت خليني نبطل خير، بلاد ماهيش تاع قراي. شنو هي اللوك هذا الساعه قبل كل شيء؟ في برشا هكي عاملين اللوك هذايا وكل لوك جديد، كل مره واحد يعمل موضوع في راسه. حبيت تحب على الغربه، يحب الغربة، دونك على الأقل واحد ما وصلش باش يعيش لبرا، على الأقل يقلدهم شوية في تونس باش يحس روحه اللي هو حد. كل واحد يعيش بمونتاليتي في راسه باش يقلد في العباد. أنت عينيك أخضر، قلت خليني نصبغ شعري أصفر. هكيك بالضبط. قداش عمرك؟ عمري 18. مازلت صغير. شنو هي طموحك في الحياة؟ طموحي في الحياة فلوس. شنو هي طموحي في الحياة؟ وسي قاعد تخدم عليها الفلوس ولا إيه؟ وين الخدمة في تونس؟ يعني قاعد تحرك ولا ليه؟ تلوش في خدمة، تعمل في حكاية باش توصل للفلوس؟ خدمة نلوش بالطبيعة. معناها مشيت فركست وما لقيتش، ولا السالير ما عجبكش؟ تسمعني أنا كي باش نخدم عبد ذل هنا يا معلم، تخدم مثلا نقول له نحن أنت تخدم في موضوع، يجي يعطيك موضوع آخر، أنا ما نحب حتى حد يذني على حاجة. يعني ليش يخدم فيك ب 10,000 ولا 10,000 يزيد يذلك عليها؟ ما يذني. كيفاش يذلك بالضبط؟ شنو كيفاه؟ كيفاش يدلك؟ كيفاش قاعدة تتصرف معاك العروفات؟ انت ما عنديش عرف، انا نخدم على راه. شكون قالك لي هو باش يدلك؟ يا تسمع انت، وانت ماك تخدم هكايا، نجي انا نقول لك برا صور. ماش خدمتك تصوير ولا هي؟ معناها انا عندي خدمة تبع في معناها يخلصك سالير واحد ويخدمك برشا خدم. يعطيك الصحة، انا ما نخدمش برشا خدم، نخليه هو والخدمة نتاعو. حتى لو كان انت مستحق فلوس تخليه. ما يذني حتى حد في الدنيا ذي، نمشي بمخي. فهمتني؟ أنيهم اللي خدمني مشيت لهم وصارت لك معاهم مشاكل؟ الكل مشيت لهم، فماش خدمة وما اسمع، ما نحملهاش أنا عبدي دي يتكبر عليا وياهل، ما نحملهاش. بالك أنت هكي معنطز شوية. كيفاه؟ معنطز شوية. يا أنا في ساعة ما دمك سخون على الآخر، ظاهر في ساعة تتغشش. وسع بالك. والله مش مع العبد الكل وسع البيان. معناها تقول انت ينجم يطلب منك الخدمه هذيك بلسان حلو مثلا؟ يعطيك الصحه، هذه يجي كذا يغزل لك دراكي فيه، ما نعملش. تعامل معك انه انت تخدم عنده، معناها مش تخدم معاه، وقت اللي انت اللي تخدم له في الخدمه الكل. ما يوصلش يتعامل معايا كيف، هي يعطيك الصحه، ما يوصلش يتعامل معايا كيف، يولي هو يخدم عندي انا. فهمتني؟ وقت ايش نحكوا؟ شنو هي موضوع اخر؟ دونك انت ما عادش عينك بالخدمه في تونس جمله. انت ماهيش بلاد تاع خدمه، انا كان باش نخدم حر بنفسي، معناها فهمتني؟ نخدم مع بابا يديني فلوس، معناها شنو الخدمه اللي تحب تخدمها؟ انت انا ومنيتي نخدم في الميليتير، انا سيد. علاش سيد؟ سيد تفرج يدي. على الوشامه؟ شنو هي الوشمه هذيك؟ هذيك نو ريسك، معناها لا يوجد خطر. زيدا يا خويا، عندي امي بالدنيا زيدا وبابا. واش اسم امك ولا؟ هو امي خويا، ما عنديش اسم انا. كيف جاتك الفكره باش توشم؟ جاتني الفكره ما وصلت وشمت الا ما عندي مواضيع، فهمت؟ فماش واحد يوشم حاجه كيكه لله في سبيل الله، فهمتني؟ عبد ما يصير يوشم حاجه الا معناها ما عنده بها حاجه في راسه. يقول لك كل وشمه تروي قصه. يعطيك الصحه، فما شكون تعمل فيه بريستيج وفما شكون عنده بها مواضيع، فهمتني؟ انا يعني معناها كي ما وصلت نعمل حاجه ما الا ما عندي بها حاجه، فهمتني؟ هيك مين تخمم في الحرقه كشباب الاخرين ولا لا؟ والله قول لي لا، بالله قول لي لا. نحب واحد يقول لي لا. ما فماش حتى واحد ما باش يقول لك لا، والله حد ما يقول لك لا. قاعدين تسمعوا في الوليد اللي قاعدين يتخبيوا تحت سكادرة في البرت وقاعدين يموتوا ولا؟ الناس ما قاعدين نشوفوا وقاعدين نعملوا في اللي يعملوا فيه الكل. كي تسمع هكا شنية تشوف انت كيفاش ترى؟ كان جيت البلاد باهي باش يمشي هو يبيت تحت سكادرة ولا يبيت للخمج ولا للوسخ، ما كان جيت البلاد باهي ما يمشيش. معناها وصلوا عبيد تقعد عايشة غاديكا في البرت؟ وصلت عبيد. خطف شي فرصة ولا حاجة هكا؟ وصلت خطفت برشا فرص وبرشا عبيد خرجت من البرت. فهمتني؟ برشا تعبيد ذلة، تعبيد ما عادش تحب تعيش، يعني تخرج تتفرج بلي توينا كي شنيا تغسل لي يعني. طفل صغير
إيه؟ الصغير شايف روحه، شايف روحه، كنت تمشي خطوه يجي يوقفك الحاكم، اي جاي انت، اي جاي انت، اي جاي معلم، عليش شوف فيا يعني. علاش يوقف فيك الحاكم؟ ها برا لوج انت، علاش يحب يشوف اش حاجه في حياته؟ اما ما فما حد شيء، بيعتنا كاتبها بطبيعتي نو ريسك، معني الريسك لا يوجد، فهمتني؟ دونك انت ما تخاف من شيء؟ نخاف من شيء، نخاف كل من ربي وامي وبابا. انا يعني انت مثلا قلت لي تخمم انك تهاجر وكل شيء، داركم موافقين؟ والله انا تو اسمعني، انا خممت باش نهاجر، انا ما بطلت الحكايه. على خاطر شكون؟ على خاطر امي وبابا، انا بطبيعتي وحدي في الدار. كانوا رافضين؟ فهمتني؟ فهمتني؟ معناها كي باش نمشي انا اسكن باش ابقى بها، ما يبقى بها من حد. فهمت علاش؟ هكا باقي جوي بيه، بطبيعته بابا يخدم في الميليتير. تمام؟ حبيت نخدم في الميليتير شويه الله غالب، خويا ما سهلش علينا رب. على وشمة؟ على وشام. ان شاء الله خيرها في خيرها. اي بعد ما وشمت ندمت ولا ليه؟ ندمت ولا ليه بعد ما وشمت؟ ما ندمش، انا وصلت نعمل حاجه ما ندمش عليها، مشني كيف برشا عباد. فهمتني؟ ثم عباد تعمل تندم، انا كي نعمل ما ندمش، خاطر ما وصلت خممت فيها باش نعملها. فهمت؟ شنو هي الحاجه اللي عجبتك في خدمه الميليتير؟ خاطره محليه مع العباد، يتصرف مع العباد محليه، وحاميكم وحاميتي، حاميك انت بيدك، فهمتني؟ كان ما جاش هو راك ما نعرفش عليك مين، فهمتني؟ ويتصرف مع العباد محليه، لسانه حلو، برا خويا هكا هكا، مش كيف برشا حاجات، مش كيف برشا عباد، يجيك يجا يتصرف درا كيفاش، بالرسمي محليه تبسم لك في وجهك ويجيك وتبدا تصير موضوع، يجي فض واحد، فهمتني؟ عباد محليه، بالرسمي اعز حاجه الميليتير. حتى لو كان في عباد خايبين ديما نبقى نحبه. بخلاف الميليتير اللي قلت لي ما عادش نجم تخدم فيه، وين تنجم تخدم؟ انا باش نخدم حر. فما حاجه هكا في المستقبل تخمم فيها؟ حاجه فما حاجه كيما شنو؟ شي حاجه والله انا كان باش نخدم، نخدم اي حاجه تحب عليها انت نخدم، ونجم نعملها واحد اصلا جونا به. عندنا كهرباء امريكي، لان نحب نخدم كهرباء هكاك، انا نحب نخدم بالكهرباء، نحب نخدم حتى شيء. وقتاش خرجت من القرايه؟ خرجت من السيزيام. خرجت صغير برشا. داركم كانوا مع انك تخرج ولا لا؟ قالوا لك لا. مستحيل ما القى، ما قلت لهم ليه ليك؟ خي واحد كل واحد بالسيف شخريك، هو يهزني وانا نهر. وانت ندمت انك ما كملتش ولا الحقيقه؟ والله ندمت وما ندمتش يا اختي، فهمتني؟ ندمت كي نجي نسمع واحد يقول لي باك كاين ديدي، انا نحس هدرا كيفاه، وانا نبطل من السيزيام. ما تجيش حتى ساعات واحد يحكي معاك لغه كي ما تفهموش، انا عندنا مونتاليتي قلت لك ديما نعيشوا بها، ما نتبعوا حتى بشر. وين ماشيين مالا تو انت وصحابك؟ لا هبتي البنزرت، هذاك ولد عمي وهذاك ولد خالتي. عاش خايط.